أعزائي المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي النغمي مقامات. يعتبر المغرب الأقصى من أكثر البلدان العربية ثراء من حيث الثقافة وأكثرها غناء من حيث الفنون الشعبية والألوان الغنائية والموسيقى بحكم تاريخه العميق والحضارات التي تعاقبت عليه وبحكم الجغرافيا التي وضعته وارثاً لثقافات الأمازيغ وروافد الشرق وميراث الأندلس حاضناً لكل هذا التنوع بطابع مغربي يختص به ويظهر فيه تميزه وهويته الحضارية ولكثرة الألوان الغنائية وتنوعها إيقاعاً ولحناً صارت أصوات المغاربة أكثر مرونة وليونة وأكثر قدرة على التعبير بكل الأنماط الغنائية الشرقية والمغاربية والأفريقية بل وحتى الغربية أضفت عليها تضاريس الأرض من الجبل إلى السهل والصحراء والبحر عذوبة وحدة وقوة لأجل هذا تجد تميز صوت المغاربة ومتانته وقوته وعذوبته اليوم أستقبل فنانة مغربية من تخوم الجنوب المغربي صوتها قوي عذب آسر تغني كل صنوف الموسيقى باقتدار وتمكن وتطريب إنها الفنانة أسماء الأزرق
أسماء الأزرق، أهلا وسهلا بك، سعيد جدا بحضورك معي في برنامج مقامات. أهلا وسهلا فيك أستاذ رشيد لأختك، شكرا على الاستضافة الجميلة. الله يبارك فيك، أنا أسعد كونك استجبتي لنا وجيتي من المغرب. الله يودي، جايبة معك ريحة البلاد كما الله يحفظك لأختك. كما قلت في المقدمة، نتحدث عن أن أصوات المغاربة لهما خصوصية معينة وميزة كونها أصوات مطواعة لكل الألوان الغنائية. بنظرك ما هو سر هذا التميز؟ السر والله هو طبعا تربينا احنايا على مدارس كثيره، بينها احنا التراث ديالنا المغربي، يعني بحر كبير منه المنحون، منه الاندلسي، منه القناوي، بزاف ديال الحاجات. واحنا كمغاربه ماشي غير كنتصنتوا الالوان ديالنا، لا، احنا كنتصنتوا حتى الالوان المشرق والالوان الثانيه. يعني حتى تلقى بيت صغير في المغرب كيتصنت ودير الراديو كيسمع كل الالوان طبعا علاش تربينا. وايضا الطبيعه، لانه الطبيعه تؤثر في الانسان. المغرب تضاريسيا اولا بلد بحري مفتوح على بحرين، والغالب على البلدان البحريه انها بلدان غنائيه تعشق الموسيقى الغنائيه اكثر طبعاً. ثم التضاريس والبحر والصحراء والجبال والسهول، يعني تؤثر في الأصوات. طبعا أكيد. أسماء، أنت على أي لون من الألوان الغنائية تربيتي أكثر؟ يعني والله أشوف، أنا تربيت على أكيد الطرب أم كلثوم، هذول المدرسة الشرقية. وطبعا على الملحون، الملحون المغربي. طبعا الملحون، لان احنا في العائله كاين الجدر، يعني كيف ما كنقولوا. والوالد من عشاق الملحون بشالش، وكذلك حنا في مدينه تارودانت، مدينه بتعشق الملحون وتعشق الدقه الرودانيه كيف ما كنقولوا. الدقه الرودانيه وعليها ملحون خاص بها اصلا، لها طريقه في الاداء الملحوني خاص. والشيخ عمر بوري هذا هو الشيخ، يعني من الشيخ الراقية في هذه المدينة. ما شاء الله. يعني تربيتي على السماع الملحون، هل تعلمتي على يد شيخ معين؟ تعلمتي في مدرسة؟ على من تربيتي؟ تربيت على الحج الحسين التلالي. رحمه الله، وهو من أعلام الملحون في المغرب. طبعا وكذلك احنا في تارودانت كيف ما قلت لك الحج عمر بوري. وتعلمت بالفطرة، لقيت كذلك أنني كنسمع ومتقبلة أنني نغني، يعني صوت مطواع، يعني صوت قابل انه يغني الوان. الحمد لله. الوان اخرى. ما شاء الله عليك، انا سمعتك الان تغني الاغنيه الاولى لام كلثوم بتلحين القصبجي، وهو اقرب الى التجديد في الاغنيه العربيه، يعني ما دام تحب تنكر لي. يعني ما هي الاصوات المغربيه التي، يعني النسائيه خصوصا، التي طربتي بها وتولعتي بها من البدايات؟ طبعا اكيد في عندنا فنانات عظيمات في المغرب. انا اعرفهم، يعني عرفتيهم، لكن الجمهور العربي يريد ان يعرف. يعني طبعا لنا نعيمه سميح، حياه الادريسي، غيتا بن عبد السلام، بهيجه ادريس. طبعا هذول كلهم حنايات لطيفه رأفات. يعني هادو كلهم سمعتي اليوم في الصغار وتولعتي بهم، ويتميزون باللكنة المغربية طبعاً والحرف المغربي. طب نريد أن نسمع منك شيئا ثاني ممكن؟ طبعا. تفضلي. تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر، وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر،
تتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتساب. وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. ده أنا مش ممكن أبدا أقدر على الأشواق يوم لما تسافر وحياتي عندك. لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي عندك، وحياتي عندك. تفضل حبيبي أوعدك أوعدك، وانت وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي أوعدك دايما.
أسماء ما شاء الله عليك، يعني الله يبارك فيك. يعني
أن تغني لذكرى وأصعب أغاني ذكرى، يعني يحتاج هذا الأمر إلى مساحة صوت قوية وتمكن وركوز. يعني كيف اكتسبتي هذا؟ يعني بالفطرة دائما أم بصقل هذه الموهبة؟ طبعا أكيد بالصقل والتدريب والسمع. كان بغي نسمع كل الألوان، ما كان بغيش نبقى محصورة في لون معين. في لون معين طبعا. وأنا من عشاق الفنانة ذكرى، يعني ذكرى الله يرحمها، الله يرحمها من صغري. أكيد ما فيش حد ما كيعجبوش أغاني ذكرى. ذكرى ذكرى كانت إنسانة مميزة، حتى صوتها كان علامة فارقة في الغناء طبعاً النسائي. طبعا علامة فارقة في الغناء النسائي. يعني الصقل تعنين أنك بالحفظ الكثير أم بممارسة مع عازف عود، مع فرقة صغيرة؟ يعني شوف، حنايا في مدينتي، كانت مدينة تارودانت، هي ما فيهاش للأسف ما فيهاش المعهد الموسيقي. فكنت أنا في الدراسة كنت كنمشي من تارودانت لأكادير باش نقرأ الموسيقى، لكن ما قدرتش نكمل طبعا، لان البعد والدراسه ما قدرتش نكمل، داكشي علاش توقفت. ومن بعد استمريت بنفسي يعني تعلمت. نعم. بنظرك اسماء، لماذا يصعب على المشارقه ان يحفظوا الاغاني المغربيه بالايقاعات المغربيه، ويسهل على المغاربه ان يغنوا للمشارقه وللغربيين؟ احنا لان كنتقبلوا اننا نسمعوا من الغير اكثر. كنتقبلوا نتكلموا حتى اللهجات، يعني فاش كتجي نتكيف بسرعه. حتى فاش كيكون مثلا مصري او يكون من اي بلد اخر، كتلقى المغربي متجاوب معاه، حتى كيتكلم بنفس لهجته. طبعا اكيد، لان هم بافلامهم باغانيهم هم وصلوا لنا هذا الشيء بالاعلام. طبعا اكيد. لكن حتى الان ولو وجود الاغاني وموجوده، لكن في صعوبه، هناك صعوبه في ان يغنوا ايقاعات المغربيه. طبعا الايقاعات المغربيه من، وحتى بعض اللحون، بعض الالحان، لانه في طبوع مغربيه صح غريبه عن الشرق، يعني سيصعب انهم يغنوها. طبعا. اريد ان اسمع منك ام كلثوم ايضا اذا تفضلتي. طبعا على الراس والعين. يلا تفضلي سمعينا. Thank you.
دقات قلبي أنا لن أعود إليك. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخال حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخال حبي. كنت لي أيام كان الحب لي. كنت لي أيام كان الحب لي. كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا الحب لي. كنت لي أيام كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي. حين غنيتك لحن الغزل. حين غنيتك لحن الغزل. حين غنيتك لحن الغزل بين أفراح الغرام. الغرام الأول وكنت عيني وعلى نورها لا حتى زهير الصبا والفتون. وكنت عيني وكنت روحي
أنا لن أعود إليك مهما استرحمت دقات قلبي. أنت الذي بدأ الملال والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملال والصدود وخان حبي. اسمع ما شاء الله عليك، أنا أول مرة سمعت لك كنت تغنين الملحون وكنت تغنينه بإجادة يعني بشكل جيد جدا. ملحون ولون غنائي مغربي تراثي يعني نادر، منتشر في الجزائر الشقيقة أيضا، لكن لا يوجد في أي منطقة من مناطق العالم، ويعتمد على قصيد مكتوب بالزجل المغربي وله قوالب خاصة أخذت من طبوع الأندلسية، لكن متفرد بشكله يعني. وأنا دائما كنت أود أن أحتضن في برنامج مقامات من يغني الملحون، لكن تعرف أنت الملحون لا يمكن أن يغنى مع فرقة، أكيد لازم فرقة خاصة تصاحبه، لكن أود منك أن أسمع منك ولو مطلع بسيط من الملحون، من أشهر قصائد الملحون مثلا. اختاري أنت فاطمة مثلا اسم الوالدة. الله يخليك. الله يفرق فيك، تفضل فاطمة. أرحمي يا راحت العقل ترحامي من جفاك طل سقامي، كيف نبقى حيار وانت مسلية روفي يا الغزل فاطمة. أمولتي والحب والهوى والعشق ونار الغرام، من حالة الصباح فضايا قاموه كل واحد دار مقاموه، في موجتي وتحاب حسامه مع سامه يطعن ويزيد في الجرح عدامي، في غراد هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان باب المرحمة. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا. هذا نوع بسيط من أنواع الملحون، غناء الملحوني الموجود في المغرب، وهو ذو قيمة عالية جدا خصوصا بالنص الذي طبعا هو أصلا اسمه الكلام، تسمى حتى الكلام النظم الكلام والنظامين كذا. ولغة الملحون كما يسميها الباحث سهوم هي البنت البكر للغة العربية، لأنه اللغة العربية ملحونة شيئا ما في معربة بالإعراب ديالها، فيها تصحيفات قليلة، ولذلك هي قريبة على الفهم وقريبة على. ما شاء الله عليك، أتمنى أنك ما تقطعيش مسيرة الملحون، تبقى تغنيها دائما كما تغني الألوان الأخرى. أسماء ما شاء الله يعني ربي أعطاك موهبة كبيرة وزخم يعني نغمي كبير، كيف تسعين لتوصيل موهبتك للعالم وتنشرين هذا الفن المغربي الجميل؟ أكيد أول شيء بالاجتهاد، كان سعى أنني جدد أكيد من هذا اللون إن شاء الله بإذن الله. عندي أفكار ولكن كنديرها شوية بشوية، لأن لون ماشي سهل باش تجدد فيه، لأنه ماشي أي حد غادي يتقبل تجديد من تراث. وبالنسبة للطرب وهذا فأكيد يعني الطرب دائما كيبغي السمع والاجتهاد دائما. أنا شفت حضورك في الأوبرا، شفت حفلاتك أيضا في دول أخرى في العالم العربي، ما شاء الله عليك حضورك متميز. طبعا تغنين حتى الألوان القريبة الآن لهذا الجيل، يعني عندك لازم بين هكذا وهكذا توازنين. اسمع حلقتنا وشكت على
الختام ماذا بيا اسمع حاجه مغربيه؟ شنو تختارين؟ اكيد على راس العين. نغنيو برد سخون الحياني الله يرحمه. اي تفضل تفضل المايسترو. عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر. عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر. فإذا نطقت ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. حبي لكم طاغ بغير تكلف، الطبع في الإنسان لا يتغير. صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا لا أصبر. لا صبر لي حتى يراكم ناظري، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، لا صبر لي حتى يراكم ناظري. وعلى محبتكم أموت وأحشر وأمان أمان برد سخون يا هوا برد سخون تحميتو فيا بزوج، انت وسمر اللون انت وسمر اللون. برد سخون يا هوا برد سخون تحميتو فيا بزوج، انت وسمر اللون انت وسمر اللون. هوا يا هوا هاد النار ويا مجدا بطر بيا بلاتين والف بعد بلاتين والف بعد.
الله عليك اسماء، احسنتي ما شاء الله عليك. شكرا. وجبتي لنا معك ريحه المغرب. الله يبارك فيك. كلمتك الاخيره لجمهور برنامج مقامات. اكيد كل الشكر لهذا الجمهور الذويق اللي بحب هذا الفن ومخليه دائما مستمر، وشكرا لك على هذه الاستضافه الجميله. فانا اليوم جد سعيده انني اليوم معك. الله يجزيك بخير، وانا اسعد لانك استجبتي لدعوتنا وقبلتي ضيافه لنا. اعزائي المشاهدين، لم يبقى لي الا ان اشكر باسم حضراتكم الفنانه المغربيه المبدعه اسماء الازرق. شكرا جزيلا لحضورك معنا وامتاعنا. اشكر الفرقه الموسيقيه والمايسترو محمد الاسود والتقنيين الذين يحضرون معنا. استودعكم الله وفي امان الله.